من أجل دعم السياحة في العراق، أقامت شركة المسل للسفر والسياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والأثر ملتقى السياحة العراقي الخامس، وعلى أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة العديد من شركات السياحة والسفر العراقية من أجل الارتقاء بواقع السياحة العراقية. القطاع السياحي إجمالاً في هذه الفترة يتعافى تدريجياً بعد أن خفت الجائحة وإملاءاتها، وإن شاء الله نكون معاً مع القطاع الخاص مع الشركات المشاركة العراقية وغير العراقية في سبيل تعزيز السياحة في العراق. قبل هذا الملتقى وقبل هذا الوقت حقيقة انطلقنا في مجموعة من الإجراءات التي نستعيد بها عافية السياحة العراقية بكل مستوياتها. هناك خطط في هيئة السياحة وفي مجلس إدارتها تعمل على هذا الموضوع، ولا أشك في أن هذا الملتقى هو خطوة متقدمة من المشاركين فيه من العراقيين والعرب والأجانب الذين يعززون هذا القطاع. ملتقى السياحة العراقي الدورة الخامسة IQTF في معرض بغداد الدولي، هاي السنة مشاركات الشركات العارضة والمشاركة 75 شركة من مختلف دول العالم، حقيقة شركات في الطيران، فنادق، شركات سياحة وسفر، أنظمة الطيران، كل هذه المحاور طبعا اللي هي تتوحد في موضوع السياحة مشاركة في ملتقى السياحة العراقي الخامس. هذه الدورة مميزة ومهمة جدا لكسر الجمود الذي حصل من خلال جائحة كورونا. تعرفون صار سنتين يعني وضع السياحة في انكماش، ردنا من هذه الدورة حقيقة نحرك الجمود اللي موجود داخل شركات السفر والسياحة، وخصوصا شركات السفر والسياحة وكفنادق بدت يعني شيئا فشيئا تنقرض، فهذا مشكلة كبيرة يولد القطاع السياحي. دفعنا في هذا الملتقى، جازفنا حقيقة بكوادرنا، جازفنا في كل شيء من أجل تحقيق الغاية واللي هي حركة العمل السياحي مجددا في العراق. 75 شركة سياحية وطيران وفنادق عالمية وعربية شاركت في هذا الملتقى لدعم موضوع السياحة في العراق بعد الانكماش الذي حصل بسبب جائحة كورونا، وجاء هذا الملتقى لكسر الجمود في هذا القطاع الحيوي والمهم. ظروف الجائحة والانقطاع القسري الذي شهده العالم بما فيه العراق والحياة السياحية في العراق اليوم يستأنف نشاطه ويعود بقوة. أكثر من 75 جهة أساسية بين دولة ومؤسسة إقليمية ودولية وعالمية تشترك في هذا الملتقى، وبالتأكيد طبعا هناك دور استثنائي ومضاعف من قبل الجهة المنظمة الشركة التي تحملت مسؤولية إقامة هذا الملتقى في دورته الخامسة. نحن كوزارة الثقافة والسياحة والآثار معنيون من خلال هيئة السياحة بتقديم الرعاية الكاملة والتضامن الكامل وإتاحة المرافق السياحية في العراق من أجل إنجاح ونجاح هذا الملتقى. رواء نوري، قناة دجلة الفضائية.